وديع هنكمل معك. قبل ما نفوت بالأسئلة بدي أسألك سؤال صباحتين. بعد ما نفوت بالأسئلة بدي أسألك كيف كان تعاونك مع هبة بالتمثيل وحبيت التجربة بالكليب؟ حبيت كثير التجربة. أول شيء وقت اتصلت فيه هبة هي وأسامة وقالوا لي ما هيك بالكليب كنت عم تمزح. أوكي. بس لا أنه بعدين شو المدح شو بدك فيي انا بس مدري شو هيك قلت لها انا بشرفك كثير لهيبه عم تمزح انه شو انا بشوفك هيك اختارت لي هي وجهه نظرها انا عارفه انه بالحياه معها حق انه بالحياه انه ليش دائما بدنا مثل ما قلت لك قبل انه ليه كل الوقت مودرز كل الوقت انه هالشب وهالبنت المرسومين كلهم هيدا انه اكيد حلو البنت الجميلة جدا وفي احلى من الجمال بس انه كمان بالحياة في انه شخص يكون طبيعي شخص فيك خاصة بالتمثيل يعني مش ضروري نلاقي حدا مرسوم يعني مزبوط انه التمثيل يمكن يكون كاركتير يمكن غير يعني بالتمثيل الشارم الكاريزما اهم من الحلقة مليون مرة صح هيدا انا طلعت اكتر صح انا هلا مين دعم التاني؟ انت بوجودك دعمتها لهيبة ولا هيبة دعمتك الكليب؟ الصراحة كان في مشهد بالكليب كنت انا كتير عقلان همه ايه شو هو؟ لان قلت لك في مشهد وقت نلتقي سوا ايه بتعبطها؟ لا نلتقي بس سوا ما بصير في شيء بس نلتقي سوا ومنا بس نطلع ببعض ايه قلت لها انا اكيد بتضحك؟ بتضحك يعني قلت لي لا خليك طبيعي عمري ايه هي استعرفني يعني لقطتني عرفت هي اللي اوكي اللي خلتني بنظراتك خليتك تكون انه تتحمل يعني ركزت عليها مش شو لقيت بس ركزت عليها شفت هيك طلع بعيونها حسيتكم بتحبوا بعض وحياة الله كثير تربوا على بعض على فكرة عن جد بشي لا بشي لا حتى ما تطلع اشاعة بس انا احساسي حسيتكم كثير قرب لبعض عم بضحك لانه بنبسط بس قلي هيك بتلبوا على بعض كثير انه نجح المثال بيناتنا يعني طلع مثل العالم طيب فايزة كتير عندي اسئلة بس حختصر تزعل مني لا بتزعل لانه خلص الميموري كارد احلام الاوبرا كله اوبرا وديع انا عمتك كانت تحب اغاني وديع قلت انه عمتك كانت تحب اغاني ام كلثوم فاصبحت انت ايضا من عاشقي فن الست ام كلثوم هل لعمتك دور في اختيارك للاوبرا ايضا؟ لا ما لها دور كيف جاءت فكرة انك تتابع تخصصك بدراسة الاوبرا وليس نوعا اخر من الغناء؟ لان فتت فيها وحبيتها للقصة وكملت يعني كملت فيها وكنت عم لاقي كتير يعني ليك انا بحب جرب كتير اشياء بالحياه بس اذا بتجرب شغله بتحس حالك انه منك واصل لمحل بس وقت تلاقي حالك انه ماشي وعم تلاقي التشجيع وهالقبول وخاصه بالفن برا اللي هن كثير صعب انه يتقبلونا نحن انه بظهر لبرا شوف منهم هالقبول هذا شجعني ما اسم المدينه الايطاليه الاقرب الى قلبك واللي عملت فيها الاوبرا؟ اللي عملت فيها الأوبرا اسمها أريتسو وهلا ببولونيا بس المدينة الأقرب بإيطاليا في كتير أشياء بحب روما بحب فينيس الفندقية أمير بقول لك افطر شاب معنا أولا مش كيك سين زكريا كيمو مش شاب ما بعرف ما هو في أسماء تكون هيدا بقول لي زكريا بشكرك أنا بشكر كمان تعليمي رائع سؤالي لوديع بقول أنت تعلم أن الكثير من الناس يتابع ستار أكاديمي من أجلك أنت بس وأنا من الناس اللي تابعوا برنامج ستار أكاديمي 1 وحتى أنت خليت مع تابعة البرنامج ولكن يا مسيو وديع لماذا أنت مقل مع جمهورك ولا بد أن تعلم أن هناك آلاف من الناس أنه بعيد عن جمهورك يعني تعرف أنه بحبوك كتار وأنا كثير بحبهم عن جد بس كمان مثل ما حكينا من قبل كل الوقت أنه دايما كثير مشغول وما بحب أظلم فاهم عن جد يعني إذا رح فوت أحط هيك كلمة أو رد بكلمة أو بجملة بلك وديع الله يخليك شوفنا طريقة هو يا أمير بلك الله يخليك شوفنا طريقة نتواصل معك كتير بعيد عنا أنت وصدمت جمهورك لما تركت البرنامج عن جد كان صدمة عن جد جيني مسجين فولف
يعني بحكيك مينيموم مينيموم شي 5000 او 6000 تواصلوا معي كومنت انه ليش ترك وهيك. حجم هلا عم خبرني حجم الصدمه يمكن هيدا بفرج قد محبه الناس عن جد. ثانك يو نينا الشافعي بتقول لي مرسي زكريا نعطيتها فرصة نسألك أسئلة بس ما سألي بلا مرسي نعطيتها فرصة تحت وديع الليل الفترة الأخيرة ما رجعت تتواصل مع الفانس طب خلصنا هلا يعني صار يزعجوك كتير أو صدر منهم؟ لا أكيد ما يزعجوك. جاوبنا على الموضوع نينا جاوبنا على الموضوع. وديع في الشهر الماضي شفنا عرس ميشيل كنت فيه انت أكيد ودي أصف عمله لميشيل ما عرف منين وكنا قلنا عبير وديع انه عبير عندك انت حنشوفك عريس مع هبة أو غيرها ما بعرف كل شيء كل شيء وقت حلو. ريماس الحربي بتقول لك هاي وديع كتير اشتقت لك ما تركت لنا سوى ذكريات نتصفحها عبر اليوتيوب ونتوجع عغيابك أو شعرها هاي ما زال ستار أكاديمي سكس هو الأجمل وكنت أنت في أكثر من رائع لماذا ترفض التجربة من جديد؟ نطالب برجوعك هل يجب أن نعمل مظاهرة؟ هل بتقول لك هل لازم نعمل مظاهرة حتى ترجع؟ ترجع المظاهرات هلا ما هي بتقول لك موضة ليه؟ بتقول لك مظاهرة طالما هي الموضة هالأيام شوف بتعمل لك مظاهرة؟ ترجع المظاهرة بدك مظاهرة يعني لا ترجع؟ لا لا المظاهرات هالأيام عم تنعمل ضد نظام أهار ما في نظام نحن ما عنا نظام أهار فاسد أو برجع بقول لها انه علاقتكم وصداقتك مع رولا ومع البرنامج كثير منيحه ولربما في رجعه بس عن جد عن جد من خلال الموقع بحب احيي رولا عن جد هي مثل اخت لالي ودائما ولا مره كنا دائما على اتصال. طب ودي خلصت الاوبرا وخلصت شغلك ما عندك شيء عندك اكيد شغلات كمان عندك اوبرا بس بيني سين ستار اكاديمي بعرفك كيف والله انت عندك اخبار اكثر مني انا عجبها مع خبر. طب ممكن انه هلا اذا خلصت شغلك وثابت انه بالفتره اللي حيبلش فيها البرنامج انه ترجع مثلا وحياتك ما بعرف كان تنشوف لو اصلا خوخه حلو هذه خوخه طيبه عن الخوخه. شو رايك شو رايك مشترك نجمة ستار اكاديمي زينة في تيموس شو رايك فيها؟ كانت زينة سافن من سوريا شو رأيك فيها؟ صراحة كتير قليل تبعتهم بس شو رأيك فيها؟ يعني ما كنت على اتصال كتير معهم ما كنت على اتصال كتير لذيذ ومهضومة لفت لي نظري نصيف بيستحق اللقب نرمين يوسف بتقول لك على اهتمامك وطلب بجمهور حبيب مليون يا عبارك ودي ربنا يشفيك وخد بالك من نفسك اكثر ليه ما نشوف فيديوهات ليك وانت بتغني اوبرا بالخارج ليه ما نشوف ان شاء الله بناخذنا تشاط عشان نحطها على خبر عاجل شو الاغنيه اللي تحب تهدي لجمهورك شو حاب تهديهم غنيه واذا ما في مانع غني مقطع من صوتك الحلو اوه شو يعني اكيد لا وين هون هيك يا زيي شادي هيك وشوشهم شرفك وشوشهم هيك شوي طيب هاي وشوش اللي بيجي عبال الكل اياها وديع شو اضاف لك جمهورك خاصة الجمهور اللي على الفيسبوك اضاف لها العائلة عائلة كتير كبيرة افتخر فيها عماد بقول انه فكرة كتير حلوة انه اول مرة بتصير انه واحد يطلب اسئلة من فنان من فنان انه يتواصل ما بعرف انا هيك عم بيز انه تسهيل عملية التواصل مع الفنان وديع برعد مع جمهوره فشكرا جزيلا وان شاء الله يخف وديع بسرعة لو طلب منك جمهورك نصيحة تنفعهم في الحياة العامة شو ممكن تنصحهم؟ الحياة كتير حلوة فريد الأطرش الحياة حلوة بس نفهمها والله عن جد الحياة حلوة بس نفهمها عن جد لا أنا عن جد الحياة كتير بسيطة حلوة كتير ببساطة الحياة أبسط مما هي والله حلو. كل ما تعظموها بتكبر وبتكبر وكل ما بتصفوها بتروح كتير نحن كمستمعين جدد لفن الأوبرا شو أسامي الأغاني اللي بتنصحنا إنه نسمعها؟ ما في بالأوبرا أغاني ما في تقول اسم أغنية يعني في مقطوعات في أوبرايات
في كومبوزرز يعني في مؤلفين في ما في هيك غنية. خلينا بالعطر لك شو العطر اللي بتستعمله؟ اوف في كثير كذا واحد هات لك كم واحد وين؟ ما قال لك اذا كنت بتستعمل اكثر من عطر تقول انا اسماء كل العطور كل لا هيك كثير يا عمان كل العطور يعني وقت بتستعمل كثير عطور مش مثلا اعطينا شي اسمين نعمل دعايه مش مشكله لا بلا دعايه بلا دعايه جوال الياس ودي الله يشفيك كذا اوكي شو السعاده الحقيقيه بالنسبه لك؟ السعادة الحقيقية هي تكون إنه يكون الإنسان مرتاح من جوا ولا تكون مرتاح من جوا كل شيء بي هون. لما تكون متضايق شو الغنية اللي بتسمعها؟ وقت أكون متضايق شو الغنية وقت أكون متضايق ما بسمع شيء.